بنات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في يوميات أم زينب. نتمنى تكونوا ألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم بطبوط عامر بالخضرة وبالشحمة. نبداو على بركة الله. عندنا 500 غرام ديال الدقيق، نوعية ممتازة. عندنا 250 غرام ديال الدقيق الكامل. عندنا معلقة سنيدة. عندنا معلقة صغيرة ديال الملح، الملح حسب الذوق. عندنا هنايا هنا درت هنايا هنا الخميرة مع معلقة ديال السنيدة مع جوج معالق ديال الدقيق الكامل، ودرت فيهم شوية الماء سخون. وهما خلطتهم دابا حتى تفاعل الخميرة مع باقي العناصر. عندنا هنا الفلافل الألوان، جزر محكوك، قرعة خضراء محكوكة، عندنا بصلة مشلضة، عندنا شوية ربيع المعدنوس، عندنا هنايا تحميرة، خرقوم، سكنجبير، الإبزار، سودانية، الكمون، القزبر. وعندنا هنا الشحمة دائبة حتى نشاركها معكم حتى هي. البنات هاهي هنايا حطيت هنايا المقلاة، درت فيها معلقة ديال الزيت، هاهي غنحط فيها البصلة، نضيف الفلافل، نضيف القرعة، والجزر، نتوما البنات غنضيف هنا الملحة على حسب الذوق. نتوما البنات نشحو حتى طيح لينا البصلة مع القرعة مع الخيز. نشوف البنات غنضيفو هنايا ربيع المعدنوس، بعد ما طاح كلينا الخضرة ديالنا غنضيف هي الدارج. غنضيفو التوابل، نضيفو جوج معالق ديال الشحمة، نتوما البنات كتجي لذيذة كتعجبني أنا.
هو الخليط ديالنا. هذا بما بعد ما تشحر غنخليوه يبرد وغنضيفو ليه العجينه ان شاء الله. هانتوما البنات الخليط ديالنا اللي تفاعل، بسم الله. شوف البنات غنكمل العجينة وان شاء الله. البنات بعد ما دلكات هاهي دلكتها مزيان، هاهي أنا غنديرها في هذا، غنشدها غنديرها في كوكوب، اللي بغا يديرها في بلاستيكا واللي بغا يديرها في شي سوبيرة محكمة الغلق، المهم اللي بغيتو. يلا البنات غندوزو الحشوة. هانتوما البنات بعد ما ارتاحت لنا العجينة هاهي قطعها هنا، قطعناها هنايا كرات صغار، ها هما حتى هما حطيناهم حتى هما ارتاحوا، وحنا غندوزو ان شاء الله الحشو. نتوما البنات غندوزو الحشو ديالنا. نتوما البنات نضربوها غير بشويه، هي نتوما راه ما عندكمش مناش تخافوا. نتوما البنات غير بشويه ضربوا بشويه باش ما يخرجش لكم الحشو من الجناب. نتوما البنات زدت معاكم وحده اخرى، البنات غنديرو الحشو ديالنا. نتوما نضربوها بالشناب باش نلصقو. نتوما البنات نكمل هادشي، نتوما خليت هادشي غادي يخمر وانا غنرجع معاكم. نتوما البنات هاهو بعد ما خدنا ليلة نتوما البنات هاهو مسكنا حتى شنقطعو. هانتوما البنات هانتوما البنات نعاود معاكم وحده اخرى. هانتوما البنات هانتوما البنات هاد الطريقة زوينة، متخافوش منها، مكيتحلش من الجناب. هانتوما البنات ها البطاطا ديالنا، ها هو
جي زوين. هو غنقسم معاكم وحده شوفوا. نتوما البنات نتوما نتوما البنات نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش بالدعم ديالكم والضغط على الجرس لتحت وصابوني، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.